موضوع الجامعات مدوخ كل الشباب بالعراق. بيا جامعة أسجل، وإذا أكو ألف جامعة فأكو مليون قسم، وليش أصلا أروح الجامعة؟ لأن متابعيني خبلون جايب لكم الأجوبة كلها بفكرة تخبل. الشمس أشرقت على بغداد وطقطقت المماعين بلشت بالبيوت، والريوقات نزلت على المائدة. أفراد الأسرة التموا لكي يتبادلون أول حوار بهذا اليوم، وبالضبط بنفس اللحظة انصب الشاي باستكانين ببيتين مختلفين وبعطر الهيل البغدادي. وبنفس الوقت شخصين قاموا من الريوق، ضبطوا أغراضهم وغادروا البيت. بس من هم هذول الأشخاص؟ أني وانت. أني علي. أنا خريج العام إعلام، ورجعت أدرس هندسة ميكانيك قواسة، بس احنا رايحين جامعة دجلة. بهذا اليوم اللي يشبه أي يوم، عشرات الآلاف من الناس يدخلون بجامعاتنا العراقية، الجامعة اللي هي بيت الثقافة وأول مدرسة حقيقية للحياة. قسم جايين يتعلمون وقسم جايين يدرسون، واليوم رح نتبع ود وعلي ونشوف شلون رح يعيشون يومهم كل واحد بجامعته. والله أجواء أول الأيام اللي داومت بيها تقريبا أول يوم أو ثاني يوم كان جدا صعب. مجتمع جديد علي مختلط، زادت عندي الثقة بالنفس شوية لأنه أنا ما طالعة مو كلش مختلطة بمجتمع مثل مجتمع الكلية. هذا الملعب مرات يصير فيه مباريات وإحنا نقعد نشجع. وأنت تلعبين طابة ولا لا؟ لا. هنا شنو عندنا هنا؟ هنا عندنا هذا يأخذون بريك همين ورا المحاضرات، نقعد هم نشرب بيها قهوة ونقعد نراجع. أوكي، وهسه وين رايحين؟ للمكتب. شو تفضلين، الكتب لو الجوجل؟ الكتب. ود شنو رأيك وانتي هذا المكان راح تركيه بعد كم شهر؟ شنو الإحساس؟ والله شعور مو حلو. خلينا نترك ود تراجع براحتها ونروح نشوف أجواء جامعة دجلة من وجهة نظر علي. أكيد يعني من الضروري أول ما ندخل الجامعة للسنتر للشاي. شنو اليوم فل الجامعة؟ كل أقسام دوامة، زائد المرحلة الأولى عندهم امتحانات. وأنت شنو عندك اليوم؟ أنا اليوم هم عندي امتحان. صراحة يعني أغلب العالم أو الطلاب بالجامعات الحكومية متوقعين إنه الدراسة بالجامعة الأهلية إنه أنت جايب فلوسك وراح تنجح بدون دراسة. وهذا الشيء كلش غلط. رصانة علمية، دراسة مستمرة، محاسبة على الدرجات، على الامتحانات، على الحضور. يعني ماكو انه انت دافع فلوس انه تنجح. علي هواي ناس يعرفونه لان خلص 4 سنوات بالجامعة، فمن يطب للجامعة الصبح وكأنه طاب بحفلة زواج. نقول هاي السنتر او النادي مال دجلة، في مطاعم، عندنا هاي الساحة هاي اللي هاي المراجات الطلاب يقعدون عليها، اللي راجع اللي يشربون شاي. والذكرى الاكثر ببالي هي صورة التخرج كانت هنا. يا اخي تمشي بهاي الممرات، العلم والشباب والطاقة الموجودة هنا، يعني انا شخصيا مشتاق لهاي الاجواء. هسه هنا احنا يم المكتبة، يعني اجواء مناسبة للدراسة، مراجعة، هيك امور. هسه راح شوي نراجع ضروري، يعني شوي نجدد المعلومات ضرورية. من خريج اعلام الى اول سنة هندسة
التحدي العالي حاطة نفسه كلش عالي، واليوم امتحانه صعب، وراح نخليه يراجع بين ما أشرح لكم فد معلومة. تخيلوا أنه بكلية المنصور أكو 5000 طالب، بجامعة دجلة أكو 19 قسم و12 ألف طالب. ليش جامعة المنصور؟ أنا أهلي درسوا بجامعة المنصور، فأني كنت أجي وياهم وأني طفلة بيبي، فصار عندي حافز أنه من أكبر أدخل هذه الجامعة، وكانت أمنيتي أني أدخل هذه الجامعة. اقتناعي بها كلية المنصور الجامعة أنه هي أول جامعة أهلية تأسست سنة 1988، وجامعة المنصور من ضمن عضو اتحاد الجامعات العالمي اليونسكو، ومن أول ما افتتحوها بال 1988. مبدئياً جامعة دجلة هي الأولى الجامعات الأهلية، رصانة علمية من أفضل الجامعات، الدكاترة متعاونين، كادر تدريسي متعاون ويا الطلبة. جامعة دجلة دائماً داعمة للطلاب، الطلبة الموهوبين، في حال أنه طالب عدة فد مشروع يريد يفتحه قدمت سلف للطلبة، قدمت الطلبة مجاناً. أصحاب الدخل المحدود أو الضعيف، العائلات المحتاجة. وجامعة دجلة عندها ارتباطات ثقافية مع جامعات بداخل العراق وخارج العراق، من ضمنهم تركيا وماليزيا. وفي ممرات جامعاتنا الجميلة، ود متجهة إلى المناقشة، وعلي متجه إلى الامتحان. احنا حالياً راح نبدي نناقش البحث مالتنا. موضوع مناقشتي فعالية التحليل المالي للمصارف التجارية. مالي بالنشاط التجاري متكاملة عن النشاط المصرفي وتحليل وأدوات التحليل المالي. المادة دسمة وعميقة، فالأساتذة بمهارتهم وبخبرتهم يوصلون المادة بكل سلاسة وبكل سهولة. اليوم امتحان ثيرموداينامك، كان ديناميك حرارة. صعوبته والله كل رياضيات، خصوصاً أنا جديد علي رياضيات وإنجليزي، لأن يعني صار 4 سنين تارك موضوع الرياضيات، بس إن شاء الله نجاوز. بالقسم مال علي راح تلقون شباب طموحين واستهمهم مبلشين بالحياة، بس راح تلقون همين كبار بالعمر يشتغلون بمجالهم صار سنوات عديدة وجايين ياخذون شهادات ويحسنون من وضعهم. اي جامعة دجلة الحمد لله تدريس يعني خرجت اجيال وخرجت عندنا هواية، وصلوا يعني اللي كملوا بروف وماستر ودكتوراه وغيره. خلينا نكون صريحين، المواد بكل العراق هو نفسه، بس ترجع لشطارة الدكتور شلون يمكن الطالب انه مو بس يتعلم هاي الماده بس هم انه يعشقها ويفتهمها صح. نبتدي المناقشه الاوليه في مشروع البحث تخرج طلبه المرحله الرابعه، فعاليه التحليل المالي في النشاط المصرفي. نبدي بست فرح. فرح احكي لي فد خلاصه عامه عن البحث. استاذ احنا اسم موضوعنا فعاليه التحليل المالي بالمصارف التجاريه، اللي هو بيه جانبين، جانب النظري والجانب العملي. اكو بعض الاساتذه والدكاتره علاقتنا بيهم جدا ابويه وعفويه، وهم همين يبادلون نفس تقريبا نفس العلاقه احنا بيناتهم، مع العلم اعمارهم اكبر من اعمارنا. استخدام مؤشرات التحليل المالي في المصارف سيزيد من دور وفعاليه واهميه النشاط المصرفي في الاقتصاد العراقي. تمام، هذه المؤشرات راح تاخذوها على ضوء الميزانيات اللي راح تجيبوها من المصارف الحكوميه اللي راح تحصلون عليها من الحسابات الختاميه مالتها. الاستفاده من التحليل المالي في الاوراق الماليه. تتعاونون بيناتكم بكتابه البحث؟ اي نعم. هم اكو توزيع مهام بيناتكم؟ اكيد طبعا. اوكي. لمن حتوزعون اسمات الصبيان؟ يعني لمن المجتمع الدراسه منو؟ المدراء والعاملين في مصرف الرافدين العراقي. تنظيم اداره الجامعه يبلش من فوق بمجلس الكليه، وهي هاي تكون الجهه المشتركه لرسم القرارات. تحت المجلس عندنا العميد، وتحت العميد عندنا معاونين العميد، ووراها يجون رؤساء الاقسام، وكل قسم برئيس قسم، وكل قسم بالدكاتره اللي كل يوم يقعدون الصبح على مود ينشرون الثقافه بذهن شبابنا وشاباتنا العراقيين. هذا اول امتحان اليوم، ان شاء الله الله يوفقكم. هاي القاعة رجعت لي ذكريات عديدة، وكلنا نتفق انه مارين باللي علي جاي مربي. تنزل اسئلة الامتحان على الطاولة مثل الحمل شايلينه على ظهرنا.
والقلب يبدي يدق والعيون تركض ركض. وبدال ما نركز على كل سؤال نقرأ كل الأسئلة بنفس الوقت على مود نبلش بالسهل وبعدين نحير بالصعب. تكتبوا هنا على هاي هنا، يعني اكتب اسم المادة والأستاذ كلها املوها. حسيت انه علي شوية مصدوم بالأسئلة بس فعلا اتمنى له انه ينجح. معظم دول العالم موضوع الاختلاط مو فد موضوع مهم، بس هنا بالعراق عندنا اول محطة بيها اختلاط هي الكلية. احنا هسه تطورنا بحكم انه التقدم، التطور، التواصل الاجتماعي، برامج السوشيال ميديا، صداقات، زمالة، اخوة، فشي كلش طبيعي صار عندنا بجامعة، شيء حلو. يعني عندي صديقتي بقسم الاعلام كانت حريصة هواية على دراسة، وهذا الشيء هم ينمي من شخصية الولد او البنت. ود بالمناقشة، علي بالامتحان، فصار عندي وقت اني اتيه بجامعتين اهلية في بغداد. كلية المنصور كانت هادئة لان معظم الطلاب كانوا بداخل الامتحانات، بس بكل كلية عندك شلة مال شباب ما ينطبق عليهم لا برنامج ولا تدري بيا قسم يدرسون، وما تشوفهم الا بملعب الطوبة. افرح من اشوف جد الشباب والشابات هنا، مو بس جايين كلية بس ماخذين الموضوع كلش جد، انه هذا الشيء هو باب لمستقبلهم. ما اعرف كم درج اخذت وكم يمنى ويسرى، بس بعدين وصلت المختبر. هذه ماكينة سي ان سي، البوردات والاجهزة اللي نصنعها ان لمختبراتنا نستخدم هذه الماكينة. تلسكوب وفانكشن جنريتر. دكتور هاي بيا قسم يستخدموها؟ اغلب الاقسام الهندسية تدخل الى هذا المختبرات اللي هي الكترونيك. حلو حلو حلو. اكو احساس جميل بكلية المنصور الجامعة، مثل هاي الساحة اللي تجمع كل الطلاب من كل الاقسام. وهنا التقيت بدكتور يدرس اللغة الإنجليزية. للأسف الشديد الكثير من الطلاب يعني سواء بهاي الكلية أو غيره كان يفكر فقط يأخذ الشهادة، ولكن من يجي بكلية المنصور يتفاجأ بعلم حقيقي، من توقف قدام الصبورة تمنعين الطلاب إنه تكون تدرس اللغة بهاي الكلية. مع السلامة. مشكور لك حبيبي، الله يخليك. باي. كلية دجلة قصة ثانية كبيرة، كلش كبيرة ومليانة طلاب وطاقة، اللي طالع من الامتحان، اللي داخل المحاضرة، واللي لازم له ركن ويدردش ويا أصدقائه. لأن خلينا واقعين، الجامعة بالعراق هي social space وفرصة حلوة إن واحد يكون شخصيته ويتعرف على الشابات والشباب اللي راح يكونون زملاء بالشغل أو موظفينه. أنا هسه بالمستشفى مال جامعة دجلة وهذا قسم طب الأسنان، وأنا أتمشى أكو صوت جذبني فاتبعته ولقيته. من الواضح أنه دول الشباب فرحانين، فرحانين لأن هاي آخر أيام إلهم بالجامعة وما بقى شيء للتخرج. أحس أني محظوظ أقدر أدخل بأماكن عديدة ببغداد وبالعراق وأتعرف على ناس وأكتشف قصص وأوثقها، وهذا الشيء وكأنه رجعني للحياة. وشايف هاي الابتسامة مدى تفارق وجهي. ما يضايقكم نتركون عليه يحضر وياكم يتعاون وياكم؟ نتعاون وياكم. يلا خير إن شاء الله. كل التوفيق. كل التوفيق. موفقين إن شاء الله. موفقين. البنات خلصن المناقشة مالتهم، وعلي شكله هم خلص الامتحان مالته. ها علاوي قول شلون كان الامتحان؟ قول الامتحان. والله والله شنو يعني؟ ثلاث اسئله، ترك واحد، جواب جواب اثنين، كلهم مسائل الحمد لله. بعد المناقشه البنات بدن يناقشن المناقشه اللي راح يتناقشوها بنهايه السنه، وعلي والشباب تناقشوا بالاسئله اللي ما جاوبوا عليها. وبصدفه جباره شخصياتنا الاثنين شربوا آخر قهوة إلهم اليوم بنفس الوقت. أنصح كل الطلاب إنه يجتهدون ويعيشون هاي التجربة بكل حذافيرها، لأنه تمر برمشة عين وما ممكن إنه هي تتكرر، وتقريبا نقدر نقول إنه هي أحلى فترة وأحلى أيام حياتنا. الشاب العراقي مر هواية ظروف يعني صعبة كانت علينا،
فنتمنى انه يوصل المرحلة اللي يرتاح بيها ويكون له مستقبل بالعراق ان شاء الله. اللي شفته بالكليات زرتهم بالعراق شيء مفرح جدا. شفت احترام اتجاه التعليم والثقافة، وشفت جيل جاهز للانفتاح وجاهز للمستقبل. تقدر تنجح بالحياة بدون شهادة، ممكن تاخذ شهادة وتفشل بالحياة، بس ثق انه ماكو احساس يفوز على احساس حرية وحماس الحياة الجامعية. واذا انت متخرج مبروك، واذا انت بالجامعة استمتع بكل ثانية، واذا مفكر تدخل بجامعة فلا تتردد. اخت ود اجت على ود بالسيارة، طلعوا يمين بعدين راحوا يسار، وعلي دخل بالازدحامات، وانا رميت غراضي وطلعت من الفندق. سعيد انه خلصت بعد مره تصوير فيلم وثائقي ممكن يخليكم تفتخرون ببلدنا. وها انا اتمشى في شوارع بغداد قبل موعد طيارتي، ابحث عن قصه جديده، واتمنى انه ما راح اطولها عليكم. منا للحلقة الجاية.